ويمكن هنا الشيء بالشيء يذكر. افتكر التاريخ اللي حصل من خلال مسلسل الاختيار، كان مؤرخ لفتره مهمه جدا في حياتنا وحياه حياتنا في مواجهه الارهاب والقضاء عليه في سيناء. الاختيار باجزاء اللي اتعملت في السنين اللي فاتت، كل ده تاريخ الدوله المصريه ممثله في الجيش والشرطه ومعهم الشعب. دفعوا الكثير من دمائهم علشان خاطر نوصل للمرحله اللي احنا فيها، نتخلص من ارهاب كنا كل شويه بنشوف في الفيوم، في سينا، في القاهره، هنا في قدام جامعه القاهره، استهداف لكنائس، استهداف لمسيحي مصر سواء في القاهره او في طنطا او في اسكندريه. تتفكر تفتكر احمد موجه تفجير صحيح حصلت يا جماعه، كان اليوم اللي بيعدي ما فيهوش احداث يا استاذ تامي، كنا بنشكر ربنا يعني. طبعا يعني ده انت كان التفجير، ما بين التفجير والتفجير في تفجير، لو ما كانش في تفجير الصبح في الساعات الاولى من الصباح كنت بتلاقي بعد الظهر. كنا يعني مثلا اغتيال المستشار هشام بركات قبله لو تفتكر كان في تفجير في محيط دار القضاء العالي، وثلاثه استشهدوا في هذا التوقيت، وكان الهدف هو استهداف النائب العام، ما كانش يعرفه ان هو موجود في مكان ثاني الى ان تم استهدافه ولقى وجه ربه وهو صائم عليه رحمه الله المستشار هشام بركات. يمكن هنا هنتكلم كمان عن اللي حصل في سينا، نتكلم عن اللي عملوا الجيش باحترافيه شديده وقد ايه هم اخواتنا من ضباط الجيش وافراده دفعوا حياتهم علشان الحياه تعود الى طبيعتها في شمال سيناء، والعريش تستقبل كل زائريها وتعود الى هدوءها هي والشيخ زويد ورفح. نتذكر ايضا يا احمد المسجد في مدينه بئر العبد. نعم. يعني مسجد الروضة. اي اجرام واي ارهاب واي ضمير هذا الذي سمح بسفك دماء المسلمين داخل مسجد، يعني اكثر حوالي 400 ضحيه دفعوا حياتهم ثمن. صحيح، حتى ساعتها بنذكر انه كان دايما بيقال يا استاذ سامي انه رجال القريه، يعني رجال طبعاً القريه طبعا استشهدوا. صحيح صحيح طبعاً. وده بجانب ترويع المواطنين اصلا في الشوارع، يعني اعتقد كل حد فينا ليه شهاده خاصه متعلقه بيه هو شافها بعينه. انا واحده من الناس اللي بالفعل شفت ده، يمكن ده انا اتعرضت ليه، وشفت ناس كتير جدا اتعرضت ليه. المواطنين مش عارفين يمشوا حتى في الشارع،